فيما يتعلق بلاسيو الزمالك، عنده زي ما قلت لكم ماتش في منتهى الاهميه بكره. وكان سؤالنا على الفيسبوك، توقعاتك لتشكيل نادي الزمالك امام ام بي غدا. اما تسالني انا عن توقعي للتشكيل، هقول لك انه بنسبه كبيره وفقا للمتابعين لتدريبات نادي الزمالك هيلعب بنفس تشكيل الكابتن محمد حلمي الاخير. يعني الكلام على انه هيلعب باحمد توفيق برضه باك رايت، ولان طبعا اسامه ابراهيم مصاب في الانف ربنا يشفيه يا رب وعمل كبيره وكده، فاحمد توفيق هيلعب باك رايت، واحمد فتوح هيلعب باك ليفت في مكانه، وهيبقى في القلب علي جبر والونش بنسبه عظيمه جدا جدا جدا. قدام هيبقى باسم مرسي خلاص قولا واحدا، تحت منه هيبقى مصطفى فتحي وايمن حفني، الثالث مين لسه بقى، كان الكابتن حلمي لعب اعتقد كان بستانلي، لسه هو بيفاضل بقى، هل رفعت؟ هل ستانلي؟ هل شيكابالا؟ وارد وارد. والاثنين الديفندر هم اللي لعبوا الماتش بتاع الكابتن محمد حلمي اللي هو كان دونجا وطارق حامد. انا اتوقع، ومش انا، اللي متابعين للتدريبات قالوا لنا كده، قالوا لنا وفقا للتدريبات اللي شفناها وعملها مع نادي الزمالك ان هذا سيكون تشكيل نادي الزمالك. الجول كيبر هو طبعا كان جنش الماتش بتاع الكابتن حلمي، في كلام ان احتمال يكون الشناوي والله اعلم، يبقى جول كيبر يعني انا مش هنتكلم عليه، ده بقى اختياره هو. خط الظهر يبقى من اليمين للشمال احمد توفيق، علي جبر، الونش، فتوح، وسط الملعب طارق حامد، دونجا، قدامهم الثلاثي، ويلعب 4-2-3-1 زي ما كابتن حلمي لعب بالظبط. الثلاثي مصطفى فتحي، ايمن حفني، الثالث ده لسه في كلام، يطلع ستانلي، يطلع شيكابالا. قال ايه؟ قال الاستقبال كان عظيما في واحد من اكبر الاندية الافريقية والذي يعاني من مشاكل في الفترة الحالية بحسب ما ذكرته الصحيفة، ده كان تعقيب الصحيفة مش كلام إلاسيو. وقال توصلنا بالفعل لاتفاق نهائي لكن ليس مثل ما يحدث في البرتغال، استغرق الامر 4 ايام قبل توقيع العقد. يعني في البرتغال يقصد انه بيبقى اسرع، معلش مفيش مشكله. قمت بتحيه الجميع من اللاعبين الى الاداره دون توقيع العقود. وتابع إلاسيو قال بمجرد دخول فندق اللاعبين حرص محمود عبد الرازق شيكابالا على استقبالي وقام باحتضاني. لم يتسنى لنا كثير من الحديث لكنه اعطاني نبذة معقدة وموقفه. الكلام ده كله على لسان إلاسيو في صحيفة ريكورد البرتغالية. وقال إلاسيو الانطباع الاول عن الفريق هو ملاحظة الكثير من اللاعبين باوزان زائدة، واكد ان جهازه المعاون سيضم 5 برتغاليين، 5 هم ماتيوس كوستا، ليوناردو مينديز، كارلوس ميجل، جواو الفيز، وبيدرو اسفيدو. يعني اذا هيبقى معاه 5 مساعدين من البرتغال، مؤكد دول اللي هيعتمد عليهم اعتماد كلي وجزئي، وده وضع طبيعي جدا يا جماعه. طبعا الكابتن علي عبد الغني هيكون موجود ما اختلفناش. طبعا مدرب الحراس ده قايم بعمله كامله كابتن ايمن طاهر، كابتن محمد صلاح خلاص وفقا للكلام انه إلاسيو طلب عدم وجوده مش لشيء الا ان هو يبقى معاه 5 حته واحده، واحد منهم هيبقى محلل اداء، واحد منهم احمال، ادي 2 3 تانيين يعملوا كل حاجه، تاكد من ده. ومره تانيه هذا امر طبيعي جدا جدا جدا، وعلى فكره ده افضل للنادي. ليه؟ يبقى هو شايل الليله كلها، ما يجيش يقول اصل فلان عمل واصل علان عمل، لا انت المسؤول ومعاك رجالتك، وانت راجل عندك سي في محترم، عيش حياتك مع الفريق،
فأنا أتصور أن هذا الأمر في صالح النادي وليس ضد صالح النادي على الإطلاق. وبعدين إناسيو في تصريحاته عن أهدافه مع الزمالك أكد الدوري خارج الحسابات، لأن الزمالك بعيد بفارق 18 نقطة عن الأهلي المتصدر، لكننا سنحاول التأهل لدوري أبطال إفريقيا. هنحاول التأهل دوري أبطال إفريقيا، يعني هيشتغل على المركز الثاني. وأنا شرحت لكم وقلت لكم إن النهارده مصر المقاصة في المركز الثاني برصيد 54 نقطة. الزمالك في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، لكن له ماتشين عن مصر المقاصة. في حالة إنه يكسب الماتشين هيبقى 46، ويبقى كده لعب 23 مباراة زيه زي المقاصة. بتكلم كل ده على المركز إيه؟ الثاني. وهيبقى الفارق 8 نقاط. 8 نقاط. 23 مباراة، يبقى فاضل 11 مباراة، لسه بدري قوي قوي. وعنده لقاء مهم مع مصر المقاصة اللي بينافسوا على المركز الثاني يوم 15 شهر ده. لو فاز الثمان نقاط دول هيبقوا 5، بس ده في حالة ايه؟ لو الزمالك فاز في الماتشين المؤجلين هيبقوا 5 نقاط، خلاص هيبقى البيت جنب الجامع. وخلي بالك من حاجة تانية مهمة جدا جدا، انا معاك ان المأمورية صعبة بالنسبة للزمالك على المركز الاول، صعبة، ولكن مش مستحيل. كرة القدم فيها كل شيء كل شيء، لان الاهلي لسه ما لعبش مع مصر المقاصة، ولسه ما لعبش مع المصري، ولسه هيلعب في اخر شهر 5 مع مصر المقاصة، ولسه عنده المصري قبل نهاية الدوري، ولسه عنده الزمالك نفسه لسه، ولسه